نظم اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، معلنا وقوفه ومساندته ودعمه لجهود الدولة في أعمال التنمية في مختلف المجالات. إن هذا المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر التأسيسي الذي عقد في مدينة السيسي بمحافظة شمال سيناء، وهو المؤتمر الأول، وبالتواصل مع المحافظات المختلفة تمهيداً لعقد المؤتمر الشامل في وقت لاحق ولدراسة المقترحات الجماهيرية وسبل تنفيذ أهداف هذا الاتحاد على أرض الواقع. إن الفترة المقبلة سوف تشهد نشاطاً مكثفاً للاتحاد على كافة الأصعدة التنموية والاجتماعية والفكرية، بما يدعم المشروع الوطني الذي يحقق الكثير من الإنجازات والأهداف واستقرار على يد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن نجتمع لتوضيح دور الاتحاد في الفترة القادمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، لنؤكد بأن هذا الاتحاد ما هو إلا تجمع أهلي ووطني يضم أبناء القبائل العربية، يهدف لتوحيد الصف ودمج الكيانات القبلية في إطار واحد. لقد لعبت القبائل العربية دوراً تاريخياً منذ العهود، ولا تزال في حماية الكيان الوطني خلف القوات المسلحة والشرطة، حريصة على سلامة الدولة ومؤسساتها وثوابتها الأساسية. هذا الجمع الكبير وهذه الآلاف المحتشدة تقف اليوم لتقول أننا مع دولتنا، مع وطننا، مع قيادتنا، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الوطن العظيم الذي يقف شامخاً بمؤسساته، بقيادته، بجيشه، بشرطته، إنما يبعث رسالة للعالم بأسره أن مصر ليست لقمة سائغة لأحد، وأن أحدا لن يستطيع أن ينال من هذا الوطن، وأن خيار الشعب المصري هو خيار أصلي ووطني وعروبي.